تحياتي للجميع، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بعد انقطاع بسيط رجعت تاني برحلة في عقل، ومعانا النهاردة ضيف كريم أنا شخصيا يعني عرفته من فترة قريبة، وبصراحة عجبتني جدا أفكاره، إن أنا لقيت نفسي بتقاطع في حاجات كتيرة جدا معاها زي ما هنسمع النهاردة، وهسيبه هو اللي يعرض نفسه. أستاذ كريم العبيدي من تونس الشقيقة، فبطاقة تعريف سريعة كده وبعدين نبدأ الحوار. اتفضل أستاذ كريم. السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر، عسلامة. ايش نعرف، اسمي محمد كريم العبيدي، عمري تقريبا 51 سنة، تونسي أمازيغي. تاريخي معناتها لخصه في معناتها 4 كلمات. ولدت في عائلة مسلمة تقليدية، ولكن تحولت إلى الإسلام السياسي، وتربيت على الإسلام السياسي، ثم غادرت تونس نحو فرنسا، وهناك تعمقت أكثر في الإسلام السياسي، ثم تشيعت وذهبت إلى إيران للدراسة الدينية، ثم انخرطت في الحراك السياسي الشيعي، و اشتغلت في هذا المجال، ثم وقعوا لي شكوك في مشكلة كبيرة جدا، هي ما دخل السياسة بالدين، خاصة بعد ألقي على القبض عام 87 في الانقلاب اللي كان سوف يقع للإسلاميين في تونس. بعد خروجي من السجن عدت إلى سوريا، أكملت دراستي هناك ودرست، ثم قررت أن أتخلى على الإسلام، ما يسمى الأرثوذكسي الرسمي، وذهبت نحو الصوفية مدة 10 سنوات. وبعد الصوفية تبنيت ما يسمى بالإيمان الإلحادي. هذا ملخص حياتي. عظيم جدا. أنا كنت لسه هسألك كده أرقام وتواريخ التحولات الفكرية عندك، بس استغربت انت عندك 51 سنه، شكلك اصغر مني يا راجل، ما شاء الله يعني. لا لا احسنك بصراحه. لا، محافظ على صحتي، نباتي، ملتزم بالأكل، ملتزم بالنوم، ملتزم بالرياضة، يعني هذه حاجات، يعني هذه عبادتي هي هذه. انا بصراحه كواحد مصري بحقد على كل الاخوه التوانسه والمغاربه بشكل عام، لان هم عندهم بصراحه عادات الغذائيه احسن من عندنا بكتير في مصر، او ربما احنا كنا في مصر اسوء العادات الغذائيه اللي في الموجوده في العالم اصلا. بس ما شاء الله يعني لما رحت شويه من دول المغرب يعني لقيت ان على عكس مصر معظم السكان ما شاء الله يعني اجسامهم كويسه، واكتشفت بعد كده ان ده انتوا ملتزمين في الاكل وكده. حته نباتي دي يؤخذ منها ويرد بصراحه، يعني انا مش مقتنع بالحته دي، او بس مش موضوعنا يعني. لا، هو طيب اختيار، خليني هو اختيار شخصي، يعني انا ما اقول الناس الكل تولي نباتيين، وانا معناتها حتى عندما اقول نباتي، صدقني عندما اذهب في حفل او شيء ويكون هناك لحم، يعني اكل، يعني لا ارد، يعني ما عنديش تعصب نحو اني نباتي او شيء فيه دهون نباتيه حيوانيه، مانيش باش نتعصب، اما انا اختيار لي لا اكل لحم فقط، وهذا منذ فتره يعني مش طويله، فهمت؟ كويس. يعني لو هي مساله اختيار بس ما فيهاش مشاكل عادي، يعني في ناس تختار حاجه زي كده، بس انا ايه، وكالعاده كل واحد حر في رايه وحر في اختياراته، ما فيهاش مشاكل ديت يعني. انا شخصيا انا واحد من الناس نفسي الناس كلها تبقى نباتيه، عشان انا لوحدي اكل لحمه وتبقى اللحمه رخيصه. طيب خليني اسالك، يعني انا اول مره اصادف حد تحول من الاسلام السني يعني خلينا نقول للإسلام الشيعي، تعرف تلخص لي كده في نقط كان إيه الأسباب أو إيه الملابسات يعني في عجالة؟ يعني ما الأسباب التي جعلتني أتحول من الإسلام السني إلى الإسلام الشيعي؟ في الحقيقة أهم الأسباب هي دراسة التاريخ، يعني هي أول نقطة لفتت انتباهي، هي التاريخ وإعادة قراءة التاريخ ومقارنة بما موجود في التاريخ من مظالم. هذه نقطة. نقطة ثانية اللي هي أيضا تعتبر مهمة، أن تحولي للتشيع كان في فترة جدا حساسة،
هي سنة 82 بعد ما يسمى الثورة الإسلامية في إيران. وأنت تعرف في تلك الفترة كان انتصار الثورة الإسلامية في إيران كان مفاجأة لجميع العالم الإسلامي، حتى بالنسبة للإخوان والسنة بصفة عامة أيدوها ووقفوا معها. المسألة الثالثة هي المرونة في التعامل واتباع ما يسمى بالفلسفة الاعتزالية، يعني أن هناك نوع من التفكير وليس وهناك نوعا من المرونة في الفقه. يعني تعرف أنت عند الشيعة نوعا ما الفقه باب الفقه معناتها الاجتهاد ما زال مفتوح. هذه مسألة. مسألة أخرى يعني في نفس هذا المجال، الشيعة حياتهم يعني حياتهم سواء اليومية، خاصة بالنسبة الآن كشاب موجود في فرنسا وكنت في فترة المراهقة، عندهم زواج المتعة، عندهم عدة أشياء يعني تشجع الشباب مثلي أن يدخل في المذهب الشيعي دون أن يفقد إيمانه. يعني تصور هناك إشباع جنسي، إشباع عقلي، إشباع فكري، مرونة، وفي نفس الوقت تبقى مسلم. يعني جميل. هو يعني في الغالب يعني ومع احترامي طبعا يعني بما انك انت دخلت لسبب غلط فطبيعي انك تخرج لسبب غلط برضو، يعني ده منطقي. يعني انت اول سبب ذكرته لي ان التعاطف تاريخيا مع الشيعة، وان الثوره لسه كانت في مهدها، في الثوره الايرانيه اللي هي كانت مصادفه، ما كانتش مصادفه بعد ما قرينا التاريخ طبعا يعني وعرفنا التفاصيل، وخلاف ذلك بقى من الحاجات. يعني ما قلتليش اي حاجه ليها علاقه بالعقيده نفسها الشيعيه، بالحاجات اللي موجوده في الكتب بتاعتهم اللي بيدرسوها. يعني يا راجل ده احنا عمالين بنتخانق مع اللادينيين علشان الاسراء والمعراج، فانت انت عندك المعجزات الاماميه دي، ده فشر الف ليله وليله. ده الراجل شاور للحصان جاله طلع له أجنحة، طلع سمع الملايكة بيتكلموا، يعني كان في أكشن جامد يعني في المعجزات دي. تقصد عند الشيعة؟ يعني المعجزات الإمامية اللي عند الشيعة. لا، هذيك ما تعرفش في الأول. دائما الأديان بصفة عامة لا تعطيك عمق الدين متاعها، أو مثلا المسيحية لا تحدثك عن التوراة وعلى العهد القديم، تحدثك على العهد الجديد فقط. السنة نفس الشيء، ما تحكي لكش على المصايب متاعها. يعني حتى تدخل، بعد لا تدخل هناك تكتشف المصائب العظمى. فكرني بواحد من المشايخ زمان كان بيقول لما تيجي تدعو حد إلى الإسلام ما تكلموش عن حد الردة، ما تكلموش عن قطع اليد، ما تكلموش عن هذه الحدود. فده حاجة مشابهة لكده. بس أنا هل أقدر أن أنا يعني أقدر أدعي إن أنت مش ما اعتنقتش المذهب الشيعي، أنت اعتزلت المذهب السني؟ هل ده ممكن يكون أدق شوية في التوصيف؟ لا لا، لأن أنا كما قلت لك يعني تربيت، رغم أني تربيت في إسلام يعني تقليدي، ولكن يعني فتحت عيني في إسلام سياسي. يعني بالنسبة لي الإسلام هو السياسة، وفي ذلك الوقت الشيعة وما يسمى معنى الإيرانيين خاصة في أوروبا هم المسيطرين على الساحة السياسية. إذن نجم نقول انتمائي للشيعة في الأول ما كانش عقائدي، بل في الدرجة الأولى سياسي. طب كويس، قلت بعد كده أنك سبت المذهب الشيعي واتجهت الى التصوف 10 سنين، وده رقم مش قليل يعني، ده مش زمن قليل ان واحد يعتنق فيه مذهب معين بارادته، هو اللي اختاره يعني. هل التصوف ده كان التصوف اللي هو الفلسفي ولا التصوف اللي هو الديني العادي؟ يعني انهي تصوف فيهم يعني؟ في الحقيقه عندما اكتشفت انها خطر، انا معناتها من وقتها وقعت لي الصدمه خاصه عام 87 وعودتي إلى إيران ونقاشي مع علماء الدين، وبدأت ما يسمى أحضر في الرسالة العملية خاصة في سوريا في السيدة زينب، كنت أدرس عند السيد طبطبائي، ووجدت أن الدين
في تناقضات وفي أشياء غير منطقية. فبدأت أكتب في الرسالة العملية وأضفت قوانين جديدة مثل مثلاً النسخ بالعقل. قلت لهم أنتم عاملين النسخ بالنص والوضع تغير اليوم وكل شيء تغير، إذن لازلنا نضع قاعدة جديدة اسمها النسخ بالعقل، يعني شيء غير مناسب في هذا الوقت يمكن أن ننسخ حكم بالعقل. وطبعا عندما تم رفض هذه الفكرة من طرف السيد اللي كنت أدرس عنده مع خلافات سياسية وقعت لي مع الاتجاه الشيعي الذي كنت منتمي إليه، يعني كرهت السياسة وكرهت الفقه، وقلت أنا في الأخير لماذا أتبع في شيوخ؟ هذه مسألة بيني وبين ربي، إذن أنا سوف أتجه إلى ما يسمى الاتجاه الصوفي. في الأول اتجهت اتجاه صوفي ديني، تعرف الطرق وكذا وكذا وكذا، وتعرف الاتجاه ما يسمى بالكل الطرق الصوفية اللي موجودة هي مجعولة فقط لكي تتعايش مع المسلمين، لكي لا يتهمونها بالكفر، لأن في التصوف هناك الحجب، وترفع الحجب على المريد بالمرحلة بالمرحلة حتى تصل إلى ما يسمى بالحجاب الأعظم اللي يقول لك مثلاً رؤية فيه الله. إذن أنا في الأول اتجهت ما يسمى بالصوفية التقليدية، ولكن مع المطالعة ومع المثابرة ومع الاعتزال، حتى أني اعتزلت 5 سنوات في المغرب، 5 سنوات اعتزلت وقمت بالاعتكاف الأصغر والاعتكاف الأكبر، واتجهت نحو ما يسمى الصوفية، معناتها وليت معناتها تحت مريد مع قطب، يسميه قطب، يعني ما عادش مع الجماعة ما يسمى اعتزلت، وليت تحت تصرف قطب. القطب هو الذي يوجهك في الطريقة لكي تصل إلى معرفة ما يسمى الله. إذن بدأت بطريقة تقليدية ثم توغلت إلى أن وصلت إلى ما يسمى كشف الغطاء. انكشفت الغطاء؟ ليس هناك شيء. ما لقيتش حاجة لما كشفت الغطاء؟ كشفت الغطاء، ليس هناك شيء. موجود أنا كتبت مقال في هذه المسألة، يعني جميل، سميته السراب أو المرآة، يعني كيف إنسان يبحث عن الله فسأل الناس عنه فذهب فقالوا له هناك، دخل القصر، لقى الجمال، لقى كذاب، دخلوا فيه من غرفة لغرفة من غرفة لغرفة، وكل ما يقترب من الله يرى الجمال أكبر والعظمة والنور وكذا والخضوع والاستكان وكذا، إلى أن وصل إلى الغرفة الذي فيها الله، فتح الباب وجد نور يعني ما يقدرش يشوف بعينيه من الجمال وكذا وكذا، فسجد، ثم عندما رفع وجهه يعني باش يشوف هذا النور يريد يثبت فيه، لقاه مرآة، وعندما لقاه شاف جمال كبير جدا، وعندما ثبت في هذا الجمال ماذا رأى؟ رأى الكون كله وراه، فعلم إن هذا الذي يظن الإنسان إنه الله هو هذا الكون بحد ذاته. هذا معناتها نهاية يعني القصة باختصار. ده كابوس، ده مش حلم، ده مين، ده شكله هذا كابوس. حقيقة. هذا حقيقة، حقيقة، خطر. أنا قلت لك في الأول هناك فرق بين المنطق والعقل. المنطق لا يمكن أن نختلف فيه، الفكر لا يمكن أن نختلف فيه، 1+1=2 سوى لك سوى لي سوى إنسان في الصين، ولكن في الإحساس نختلف، لا يمكن 2 أن يحسوا بنفس الشيء، الإحساس يختلف من إنسان إلى آخر، يعني هذه حقيقة بالنسبة لي ولكن ليس حقيقة بالنسبة ليك. لا يمكن أن تفسر لإنسان أعمى معنى الألوان، هذه معناتها المسألة، يعني بالنسبة لي حقيقة فقط. طب أنت كشفت الغطاء
والمرايه وما لقيتش حاجه وبصيت وراك لقيت الكون، ايه اللي حصل في الفتره دي؟ أصبت بصدمة كبيرة، يعني بقيت بعدها تقريبا سنة أو أكثر وأنا هايم على وجهي كما يقال، يعني فقدت كل ما يسمى اتجاه في الحياة. تعرف إنسان يعني فكرة الإله ولو حتى كذبة تحقق لك نوعا من الاطمئنان، يعني انك تعرف هناك قوة تفكر فيك. تصور انت في باخرة وتتأكد ان ليس هناك للباخرة ربان، ماذا يحدث لك؟ تصاب بصدمة، وبعد هذيك الصدمة تقرر باش تولي انت الربان متاع الباخرة. طب ما تسيبها ماشيه من غير ما تبقى انت الربان بتاع، ما كانت ماشيه قبل كده كويس حتى من غير ربان. هذيك هي المشكله. تعرف المشكله الكبيره ان الانسان في بعض الاحيان احسن ان لا يعلم، يعني المعرفه مصيبه، مسؤوليه. عندما تعرف مثلا، لو لا تعرف جارك انه جيعان تنام مرتاح، ولكن لو تعلم جارك انه جيعان ضميرك يؤنبك انك تاكل وهو جيعان. الله عليك. والله انا دايما بقول كده، بقول ان مع المعرفه بتيجي مسؤوليه، وفي ناس كتير ما بتبقاش عايزه تعرف لان ما هياش مستعده تتحمل المسؤوليه. حتى ده الشعار اللي عندي حتى على القناه، انا كاتب ان في ناس كتير مش عايزه تبحث عشان مش مستعده تواجه نتيجه البحث. في ناس كتير ما عندهاش جرأة التفكير عشان ما عندهاش استعداد تقبل نتيجة التفكير. زي ما انت قلت كده، الاريح بكتير ان انا عارف اللي هي نظرة كذبة مريحة او حقيقة صادمة او حقيقة موجعة، هي نفس الفكرة كده. طب وبعدين عملت ايه بعد ما خلاص سنة صدمت؟ بعد ما صدمت اجيبك على هذا السؤال، على هذه النقطة. والمشكل ان هناك اشخاص، وهي المصيبة الكبرى، إنهم يعرفون ويظهرون إنهم لا يعرفون. يعني إنسان يعرف اللي جاره جيعان ويقنع نفسه اللي هو ما يعرفش وينام مرتاح. هذه ما دخلتش المخ كيفاش، يعني هو يعرف ولكن يرفض إنه يتحمل المسؤولية وينسى ويظهر نفسه إنه لا يعلم. إذن بعد ما يسمى هذه الصدمة يعني الكبيرة، قررت أن معناتها خلقت ما يسمى شعاري أنا رب نفسي. هذاك الشعار بتاعي، حتى حد ما رب حد، كل واحد رب نفسه. وقررت منذ ذلك الوقت أنني أتصرف على حسب نجم نقول المنطق متاعي وعلى حسب إحساسي. أنا لا أثق كثير في العقل المنطقي، العقل المنطقي نوعا ما مخادع، ولهذا دائما بالنسبة لي العقل وحده يمكن أن يديك للتهلكة ويمكن أن يديك للقسوة. القانون الصارم لا يمكن أن يكون هو حكم، خاصة بالنسبة للإنسان. فلهذا بالنسبة لي لازم العقل والإحساس، نعمل موازنة من بين العقل والإحساس، وأحاول عن طريق العقل والإحساس أن أصل إلى نوع من التوازن الداخلي. لهذا أنا كما قلت لك أعتبر معناتها أنتمي للإيمان الإلحادي، اللي هو ما عنده حتى علاقة بالإيمان بالإلحاد المادي، لأن الإيمان الإلحادي هو يعتبر أنه الإنسان مسؤول، يعني ما نطلق عليه رب هو الوعي الإنساني. يعني أنا عندما نشوف إنسان في الطريق عنده مشكل، أنا كرب لازم نعاونه، أنا لازم نساعده. هذيك هي الإعانة الإلهية أو الربانية.
وعلى هذا بنيت كل تفكيري. وشيء آخر مهم جدا، أني لا أقنع أحد بأفكاري، وأحاول أي إنسان أتعرف عليه أن أفهم طريقة تفكيره، لأن حياتنا قصيرة ولا يمكن أن أعيش كل ما عاشه الناس. فلهذا معرفة الناس بالنسبة لي كنوز. وكما قولة تقال هي لعلي: خيركم من جمع عقول الناس في عقله. إذن أنا أبحث في مصدر الكلمة، لا يهمني من قالها، إبليس أو الله أو الشيطان أو محمد أو بوذا، أعطيني اللب الذي قيل، وأحاول أرى هل يناسبني أنا شخصيا أم لا، أم لا يناسبني. هذه هي الفكرة بتاعي، ومن ذلك الوقت وأنا أعيش على هذا المنوال. دلوقتي احنا كده عندنا ثلاث مدارس فكريه، يعني انا فاكر ان هم كانوا اثنين بس، دلوقتي بقى في تقريبا ثلاثه. يعني قبل كده احنا كنا نميل لمدرسه النقل بس، بعتمد عليها السنه والشيعة. احنا اتنقلنا بقى كده عن الضبط العادل، عن الضبط العادل، عن الضبط العادل، وان الناس دي كلها احنا واثقين فيهم، يبقى اكيد النبي قال كده، يبقى احنا نسمع كلامهم وخلاص. المدرسه الثانيه هي مدرسه العقل، ان احنا لا، انا العقل هو اللي بسيطر عليه، ما عنديش مشكله ان يبقى فيه نقل، واحط انا مخي في النص واشوف اذا كان ده عقلاني ولا مش عقلاني، وحتى لو كان عقلاني هل هو ينفع يتعمل دلوقتي ولا لا. انت دلوقتي طلعت بمدرسه ثالثه خالص، اللي هي مدرسه الاحساس. انا العقل ده ممكن يكون خادع، اكيد النقل انت رفضته، انت رفضت السنه والشيعة، فبالتالي انت بقيت ماشي باحساسك بس. هل شايف ان ده كده المنهج الصحيح؟ يعني انا دلوقتي احساسي ده مرتبط بحاجات كتيره جدا سبجكتيف زي ما بيقولوا، يعني ليه علاقه بيا وبتربيتي وبالعامل المحيطه وبنفسيتي وبمودي النهارده عامل ازاي، هو ده الاحساس. انما يعني حته بتاعه النقل دي الى حد ما مستقله شويه عن ذاتيتي. الحته بتاعه العقل الى حد ما مستقله، لو طبقت قواعد منطقيه تمشي على الناس كلها، قواعد عقلانيه منطقيه تمشي زي، بس اللي هو الجزء اصغر من الكل، المتوازيين لا يلتقيان، مش القواعد المنطقيه العاديه بتاعتنا دي، لو طبقناها هتمشي تقريبا على الكل. القواعد الرياضيه هتمشي على الكل. فلحد ما في حياديه شويه في البحث هنا، يعني في شويه حياديه في البحث في النقل، في شويه حياديه في البحث في العقل. انما الاحساس دي، يعني انت مش شايف ان انت شخصيا ممكن يكون احساسك يخدعك؟ يعني انت واخد الاحساس هو المصدر الوحيد للمعرفه كده، انا ده مصدرك الوحيد للمعرفه؟ لا، ليس مصدر الوحيد. انا قلت لك العقل والاحساس. مدخل العقل معاك برضه، انت قلت العقل والاحساس. يعني لا استعمل العقل وحده، استخدم العقل واستخدم الاحساس، يعني افعل توازن بين العقل والاحساس. لا استعمل الاحساس فقط، العقل والاحساس. هذه مساله معناتها اكيده. عندك مثال على حاجه زي كده في اي قضيه ايمانيه؟ عندك نموذج فاكره انت في حاجه زي كده ايمانيه؟ يعني اي حاجه، النبوه، الامامه، اي حاجه، اي شيء من هذه القضايا الايمانيه. يعني انا لا اؤمن بالنبوه. ما هو انا فاهم، انا قصدي اقول انت ازاي، وهات لي نموذج انت وظفت فيه العقل والاحساس في حاجه شبه كده. مثلا اضرب لك مثال، مساله الوحي. يعني منطقيا، معناتها منطقيا، ان اله يرسل رسالة، يعني لو أضع أنا نفسي في مكان هذا الإله، إلى أشياء معناتها خلقتها اللي مهما كانت لا يمكن أن تأتي نملة أمامي، يعني لا يمكن أن تفهم إرسال الرسالة إلى هؤلاء الأشخاص. بالنسبة لي إهانة لي وتعدي على من أرسلت له، لأنه مهما كان سوف لا يفهم المغزى بتاعه. إذن فكرة الوحي بالنسبة لي رفضته. إذن قلت فما يمكن أن يكون لو كان هناك رب؟ فهنا على حسب المنطق متاعي والإحساس أقول إن هناك سمو نفسي. يعني الوحي هو عبارة على إلهام نفسي بسمو نحو ما يسمى الذات الإلهية لو كانت موجودة. إذن هوني شفت معناتها، قارنت الوضع متاعي وإحساسي ووصلت إلى هذه النتيجة. ولأني أنا لا أؤمن برب طبعا ملحد، أعتبر
إن الإنسان يسمو نحو ما يسمى بالوعي الكوني. وبالنسبة لي أنا مجرد مشاعر وأحاسيس. طبعا أنا مسألة إنسان حر لا أؤمن بالحرية، لأن كلنا مبرمجين في الجينات متاعنا، في ثقافتنا، في أفكارنا، في كل شيء مبرمجين. هذه مسألة بالنسبة لي معناتها مسلمة، يعني فهمت؟ لا أؤمن يعني أن الإنسان هناك إنسان حر، هي حرية نسبية فقط. إذن هذا مثل من الأمثلة الإيمانية. طيب مثل يعني مثلا أخرى على أن مسألة مثلا الحساب، إنسان مثلا يعمل الشرور وكذا، ما دخلتش المخي أن إنسان يموت ولا يحاسب على ما فعل، أو مش لا يحاسب، لا يسائل. أنا لا أؤمن بالحساب على أساس عقاب أو ردع، أؤمن عليه على أساس مساءلة. يعني إنسان معناتها مثلا الفكر الإلحادي المادي يقول لك الإنسان يعمل اللي يعمل يموت خلاص انتهى كل شيء. بالنسبة لي لا، بالنسبة لي كل شيء أنا أعمله في حياتي هو منقول أول شيء إلى أولادي. يعني لو كنت أنا منافق ومخادع وعندي أشياء خبيثة، هذه الأحاسيس سوف أنقلها إلى أولادي. كما أن لو أنا أبوي نجار وجدي نجار وجد جدي نجار، أنا عندي قابلية أكثر للنجارة من الحدادة. إذن هناك أشياء نورثها نفسية إلى أولادنا. هذه مسألة. مسألة أخرى، أعتبر كل ما أقوله وكل ما أفكر فيه ليس منقول جينيا فقط ونفسيا إلى أولادي، بل مسجل في هذا الكون وفي هذا الوجود. يعني أقول يمكن في يوم من الأيام بعد 1000 سنة، 2000 سنة، 100,000 سنة يخرجون شريطي موجود فيه كل ما فعلت. فلهذا في حياتي العادية كما أنا وحدي كما أنا مع الآخرين، يعني ما عنديش مشكلة، لأن بالنسبة لي كأن هناك تسجيل يتبعني في كل مكان. هذه مسألة من بين الإحساس والعقل. طيب أنا حتى لو افترضت إن كل الكلام ده كمعلومات متسجلة في مكان ما، أنت لو ما عندكش أولاد، أنت مقتنع إن لازم أي واحد يعمل حاجة يسأل عنها سواء خير أو سواء كانت شر. شريط المعلومات ده حيسأل إزاي؟ سوف يسأل من بشر من بعد، يمكن يجيوا يعيد. خطر احنا ماذا في الحقيقة؟ احنا لو نجي نشوفوا يعني هذا في الفلسفة وفي الواحد، يعني خلي علينا الدين، هو الإنسان هو عبارة على جسم مادي ويحتوي على ما يسمى حس، اللي هو معناتها فيه المعلومات وفيه جانب حسي. أنت تتصور أنت كأحمد سامي نأخذ كل أحاسيسك وكل أفكارك ونضعهم في آلة، يعني يمكن أن تلتقط تلك الأحاسيس فسوف ترجع أحمد سامي ولو حتى جسمك مات. احنا طول الجسم يمكن نبدله كله تقريبا، حتى الرأس قريب سوف نبدله آخر هذه السنة. إذن بالنسبة لي هذا التسجيل، هذا كما يسمى الديسك متاعك، هي أفكارك وأحاسيسك وكل شيء، يمكن بعد 1000 سنة. طبعا هذا إيمانة ما إيش يعني، وعلميا ممكن أنه يمكن نعيد البشر، أو يمكن الإنسان أن يصل إلى الخلد مع تشيموت في المستقبل. إذن أنا أقول شيء، هل هذه حقيقة أم مش حقيقة؟ ما دام مسألة إيمانية هي تخصني أنا، ولكن هل هذا الإيمان يحقق لي توازن في هذه الحياة؟ نعم. إذن لا يهمني صحيح أو غير صحيح، المهم أنا ضميري مرتاح مع نفسي. هناك رب ما هناكش رب، سوف يعيدوني ما يعيدونيش، المهم أنا عشت صريح مع نفسي في هذه الحياة فقط.
طبعا انا يعني مش هقدر اقول لك اي دليل او اي حاجه، لانك انت نفسك قلت ان الموضوع توازن ما بين العقل والاحساس، مش شرط يكون عندك دليل على كل حاجه، بس انت مستند على احساسك في هذا الموضوع يعني. والا انا شخصيا برضو هحس ان هي برضو غريبه شويه، ان انا يعني الناس اللي هيجوا من بعدينا هيطلعوا شرايط المعلومات بتاعت مليارات البشر اللي عاشوا على الارض دي عشان يحاسبوهم، وبعدين هم ليه اصلا مضطرين يحاسبوهم؟ يعني حتى لو انا قدرت ان انا اعمل كده، ايه اللي هيجبرني ان انا اطلع المعلومات بتاعت بني ادم عاش في الدنيا عشان احاسبه، عشان اشوف هو عمل ايه، وانا حاسبه انا ليه؟ انا بني ادم زيه، ليه احاسبه انا؟ واخد بالك؟ أنا لا أؤمن بالحساب في مفهوم الحساب. مثلا عقل شو اسمه مخ أينشتاين وضعوه في اللازوت ليكيد، وهم كثيرين الآن يموتون من الأغنياء ضعوهم في اللازوت ليكيد، وهي فكرة قديمة راهي فرعونية بتاع التحنيط، فكرة العودة يعني ما هيش حديثة، موجود وموجودة في الغنوصية. طبعا أنا لا أريد أن أدخل معك في الحديث بتاع الغنوصية في هذه المسألة، ولكن مش فكرة حساب، مش مسألة حساب أو عقاب أو لا، مش مسألة ذاك. هي بالنسبة لي المعتقد متاعي أنه حتى المجرم يمكن أن نستفيد منه، لأن هدفنا في هذه الحياة ما هو؟ هو تحسين، لأن هذا الكون بحد ذاته، وأنت متفق معي، ليس كامل، ليس كامل. يعني هذه فكرة أن الكون يذهب نحو الكمال، الوجود حتى حياة الإنسان ماشية وتتطور، يعني ما كان قبل شيء عادي أصبح الآن شيء قبيح. إذن هذيك كلها تجارب. إذن أنا أكثر شيء دراسة، حتى المجرمين في أوروبا، حتى القاتلين ما يسمى الاحترافيين يدرسوا لماذا قام بتلك الجريمة، لكي يتفادون في المستقبل قيام مجرمين بتلك الطريقة، دراسات نفسية وبحوثات. إذن هو في الحقيقة ليس عقاب، وإنما دراسة لفهم. أنا لا أقول إنه أكيد سوف يرجعون البشر، وإنما هذا اعتقاد، يمكن يرجعون الأشخاص المهمين فقط، لا يرجعون كل الناس. إنسان عاش ومات وما عمل شيء في حياته، علاش يرجعوا في رب؟ ما عنده ما يعمله. طيب أنت يعني حالياً قناعتك الشخصية أن كل واحد هو رب نفسه وربما رب الكون، يعني كل واحد عنده جزء من المسؤولية في هذا الكون بيقوم بيها، فده يخليه رب هذا الكون أو رب نفسه، ده رأيك؟ رب، عندما أقول رب نفسه ليس بمفهوم أول شيء خلق، فما فرق من بين خلق ورب؟ رب هي مسؤولية، كل إنسان رب نفسه، كل إنسان مسؤول على نفسه، ليس بمفهوم ربوبية، ما فما حد رب حد، مانيش أنا مسؤول عليك ومانيش مسؤول، حتى واحد ما هو مسؤول علي، هذه هي حتى حد ما رب حد، كل واحد رب نفسه. الناس يفهموها اللي أنا خلقت روحي، لا، أنا ما خلقتش روحي، أنا مسؤول عن أعمالي، مسؤول عن أفكاري، مسؤول عن تصرفاتي، هذا المفهوم حتى حد ما رب حد، كل واحد رب نفسه. طيب انت بقالك على هذا المنحى الفكري قد ايه؟ تقريبا نجم نقولوا 15 سنة. 15 سنة تقريبا. ما غيرتش فيه اي حاجة؟ ما عدلت؟ لا غيرت كثير فيه، لان هو بحد ذاته ليس جامد، يتغير كثير، يتغير على حسب الدراسات العلمية الحديثة، على حسب النقاشات متاعي، على حسب الحوارات متاعي مع الأشخاص، دائما في تحول وتغير. يعني هو عبارة كما يقول إيراكليت كواد النهر، لا نسبح في النهر مرتين، هو المنهج موجود، المحتوى موجود، الإطار موجود، ولكن الماء الذي يجري فيه يختلف ويتبدل ويتطور. طيب جميل. انا يعني مش عارف اناقش اكتر من كده، لانك انت قلت ان ده احساس، وقلت ان هو في جزء عقلاني وفي كمان جزء احساس وخاص وفردي. هذه نقطة جدا مهمة، يعني انا اعبر لك او احكي معك
فيما يخصني أنا، هذا يخصني أنا وحدي، ما يخص حتى إنسان. طيب خليني اسالك في حاجه ثانيه، اخدك بقى في حته ثانيه. انا عارف ان انت ليك نشاط، مش عارف عايز تعتبره سياسي، عايز تعتبره اممي، مش عارف اسميه يعني. انت عندك ورا ده العلم الامازيغي مش كده ولا انا؟ نعم الوان نعم. بايظه عندي. طيب هل معنى كده انك انت ليك يعني توجهات قومجيه امازيغيه، ولا بتصنف نفسك ايه؟ لا، انا انساني، اصنف نفسي انسان قبل كل شيء، ولكن بالنسبة لي لا فرق بين مسلم يقول لك يجبنا أن نغزو العالم ونرجع الناس لكل المسلمين، وبين مسيحي يقول لك لازمنا نغزو العالم ونرجع الناس لكل المسيحيين، وبين ما يسمى بالإنسانية اللي تقول لك كلنا بشر وكلنا أناس، ليس هناك حدود، ليس هناك ثقافات، ليس هناك فكر، يعني كلنا نلبس نفس اللبسة، نأكل نفس الأكل. أنا بالنسبة لي الإنسانية يجب أن تكون متنوعة، يعني أنا عندما أروح إلى مصر أريد أن أكل فول مدمس، مش أكل كونتاكي ولا أكل همبرجر. أريد أكل همبرجر نمشي لأمريكا. هو كل وحش عموما يعني، بس ماشي. هو كل وحش عموما في مصر بس ماشي. لا يعني 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 أنا شنو بالنسبة لي الهوية؟ الهوية هي عادات وتقاليد مرتبطة بالأرض، لأن الأرض والطبيعة لها تأثير كبير على الأكل وعلى الطبيعة وعلى التصرف وحتى على اللباس. مش كما مثلا تمشي البلد بارد تلقى طريقة أكلهم تختلف، تلقى لباسهم يختلف، تصرفاتهم تختلف. إذن بالنسبة لي أنا كل هوية عندها خصوصية، الخصوصية هذيك يجب المحافظة عليها لكي يحدث تنوع. ما عندي حتى مانع أن مثلا في المنطقة مثلا الأمازيغية أنه يكون هناك محل للأكل المصري أو الأمريكي، ولكن ليس هو عام، ليش البلاد كاملة أمريكان أو مصريين؟ يعني لازم تحافظ على الخصوصية في تلك المنطقة. إذن بالنسبة لي كل منطقة عندها خصوصية، سواء في الأكل، سواء في اللبس، سواء حتى في اللهجة، في اللغة، يجب كل منطقة أن تحافظ على هويتها كتنوع بشري، لأن جمال البشرية في تنوعها. وهنا ذكر فيلسوف ألماني كان يقول قولة تعجبني كثير، يقول من حسن الحظ أن الطبيعة أوجدت القارات وفصلت بين القارات بمحيطات وببحار، وفصلت القارات بجبال وصحاري وأنهار، ومن حسن حظنا احنا كبشر ان هناك فصل بالعادات والتقاليد واللغة لكي لا يحكم واحد على الجميع ويفرض نفس الفكر، لان الإنسانية لو تصبح كلها نفس بعضها سوف لا تبدع وسوف تنتهي معنى الحياة. هذه يعني الفكرة. إذن أنا أمازيغي وهو اختيار، أنا أؤمن أن الإنسان له الحق أن يختار اللغة اللي يتكلم بها، له الحق أن يختار جنسه، تولد ذكر يحب يولي أنثى سألوا، ولا أنثى تحب تولي ذكر سألها، يختار لونه، يبدل لونه، يبدل شكله، يلبس اللي يحب ويبدل هويته. أنا عندي الحق مثلا نعيش في هولندا، أندمج مع المجتمع الهولندي وأصبح هولندي، ولكن يجبني أن أكون مخلص وصادق للمنطقة التي انتميت إليها. يعني الهوية بالنسبة لي هو اختيار شخصي كاختيار أي شيء. صحيح نولد بهوية ويعطونا اسم، ونولد ذكر أم أنثى، ونولد كذا، ولكن الإنسان عندما يكبر له الحق أن يغير كل ذلك وأن يبني شخصية تناسبه هو وحده. هذه هي فكرتي. كان من فترة قريبة يعني كنت سألت نفسي السؤال ده، يعني ايه هوية؟ لان الناس فترة اللي فاتت كتير بالذات من اللادينيين وكده كان يقعد يقولك ايه، انا مش عربي، انا مزيغي، انا مش عربي، انا مصري، انا مصري،
او انا فرعوني او ولا ده مش حاجه اسمها فرعنه، قال لك ايه، انا مصري، انا مش عربي، انا مش عارف سومري، انا بابلي، انا اشوري، انا مش عارف مين، يعني حاجات من هذا القبيل. يعني انا شخصيا لما قعدت فكرت في القصه لقيت الموضوع مش موضوع مصري ولا عربي ولا اي حاجه، انا شايف انه الهويه بت بت بتتحدد بكل حاجه يعرف البني ادم يغيرها في نفسه. يعني انا مصري، طب ايه الفخر في ان انا طلعت لقيت نفسي مصري؟ ايه طب وايه العيب ان انا طلعت لقيت نفسي عربي مش مصري؟ عربي يعني مثلا من شبه الجزيره العربيه. ايه الحاجه العظيمه في ان انا طلعت لقيت نفسي امازيغي؟ ما مش يعني مش بقول حاجه عظيمه، لا يعني ما كلهم عظماء في حاجات وعندهم مشاكل في حاجات تانية. انا قصدي اقول ايه الانجاز اللي انا عملته؟ ليه تكون الهويه هي شيء يفرض عليا؟ افترض يا سيدي ان العرب اللي هم بتوع شبه الجزيره العربيه اقل شعوب هذه المنطقه ثقافة وحضارة وتقدم بسبب ظروفهم الجغرافية والجيولوجية وخلافه، هل كده ربنا ظلمهم مثلا ان هم طلعوا عرب ما طلعوش مصريين ما طلعوش أشوريين ما طلعوش أمازيغ مثلا؟ أنا رأيي انه الهوية هو اللي أنا بعمله في نفسي، هو اللي أنا بعرف أغير فيه. أنا مانيش محظوظ عشان طلعت بجواز سفر مصري، ولا أنا محظوظ عشان طلعت نفسي مسلم، ولا انا يعني شعب الله المختار عشان طلعت لقيت نفسي فرعوني من اصلي فرعوني. مش شايف كده بصراحه. انا شايف انه حتى لو عايز تبقى مسلم، حتى لو عايز تبقى تنتمي، ارجح اللي انت بتقوله. لو عجبتني مثلا الحضاره الامازيغيه اروح وعيش معاهم وابقى زيهم واقول على نفسي انا امازيغي. لو عجبتني الحضاره الاشوريه اروح هناك واعيش معاهم واقول على نفسي واكل اكلهم واشرب شربهم واتجوز منهم ويبقى اختياري، انا هويتي هي اختياري. ده اللي انا قصدي عليه، يعني شيء طبيعي ويمكن ان ابدل هويتي، مش مجبور اني ابقى حياتي كامله امازيغي. مثلا انا مثلا عندما رحت للمغرب اصبحت مغربي. يعني تعرف الأمازيغ هم شعوب، هم بحد ذاتهم شعوب، يعني أصبحت مندمج كليا لدرجة يعني مغربي، ليس فرق بيني وبين مغربي. إذن بالنسبة لي الإنسان ينجم حتى يجرب 4-5 هويات في حياته. أما شنية الأهمية في الهوية؟ في الحقيقة الهوية هو عبارة على بطاقة تعريف، انتماء لأرض. أنا هذاك علاش أعتبر الهوية ليس في العرق وليس في الدم، وليس هناك إنسان صافي، ما فماش، احنا مختلطين. وحتى مثلا اللي يقول لك مثلا الأديان وكذا وأنا أصولي كذا وأنا أصولي كذا، تأكد أن 99% من الأديان بتاعنا متشابه، يعني الاختلاف هو في 1% فقط، والواحد في المية هذاك تلقى فيه كل الأجناس البشرية بنسب مختلفة. ويمكن تلقى مثلا أنت أمازيغي ب 31% والباقي تلقاه ب 30 والباقي ب 25، إذن يقولوا أنت أمازيغي. هذاك هو ما يسمى بعلم الجينات. المهم احنا هذا مش موضوعنا. أنا بالنسبة لي هو تعرف فما مثلا ما عرفش كنت تعرفها، هو اللوغوس. اللوغوس أو التوتم البشرية منذ وجودها كانت تتميز، ما يسمى الاختصاص أو التميز هو اللي يعطي معنى لوجود، هو الكون هذا. لو كان مختلط كل شيء مع بعضه، الهلال كالنجمة والنجمة كالشمس والأرض حتى الحيوانات مختلفة، إذن هذا الاختلاف هو الذي يعطي ثراء هذا الوجود. إذن عندما أنا أقول أمازيغي وأدافع على الأمازيغية، على ماذا أدافع؟ أدافع على تقاليدي، وهذا لوغوس، مجرد لوغوس. لوغوس أحمله، أنتمي إليه، كما مثلا في الكرة، كما في أي شيء آخر، كما في الألعاب، يعني هي مسألة انتماء لا أكثر ولا أقل. ويمكن نبدله، ماهوش لصق فيه حياتي كاملة، نجم غدوة نمشي للصين ونولي صيني، أنا حر. لكن أنا شخصيا نحس روحي أمازيغي تونسي، كي نسمع الموسيقى الأمازيغية نرتاح نفسيا. مثلا نضرب لك مثال، أنا مثلا هوني في أوروبا، أنا لا أندمج في أوروبا، لا أستطيع أن أندمج، يعني حتى في مسألة الصداقات، يعني العلاقات مع النساء، أنا لا أستطيع أن أربط علاقة مع امرأة
تسمع موسيقى غير موسيقتي، طبيعتي هذه، أو تأكل أكل غير أكلي، أو هي في اتجاه أو لا تفهمني. أنا عندي طرق في التعامل في الإثارة تخص الطبيعة متاعي. إذن هي مسألة كلها صدقني اختيار، لا فرض ولا واجب. هذاك يقول لك مثلا أنا أمازيغي بالعرق وباللغة وبكذا، وتكلم أي لغة ما عنديش مشكلة، وما عندي حتى عداوة مع العرب، ويمكن تكون عربي وانت تعيش على أرض أمازيغية، ما فما حتى مشكلة، والنجم نتكلم بأي لغة وما عنديش حتى عنصرية بالنسبة لي. كل البشر، ليس هناك شعب أفضل من شعب، كل شعب عنده الخصوصية متاعه ويمكن نستفيد منها فقط. يعني هل معنى الدفاع عن الهوية الأمازيغية معناها التغافل أو التغاضي عن أي مشكلة فيها، زيها زي أي حاجة، أي شعب وأي عرق أو أي جنس أو أي طائفة، فيها الكويس وفيها الوحش؟ هل معنى أن أنا دافع معناها أن أنا أدافع بغض النظر عن إذا كان في أي حاجة، لو في حاجة وحشة ما أقولش عليها أو أحاول أن أنا أخبيها أو كده؟ بالعكس بالعكس، مثلا نضرب لك مثال، فما كثير أشياء في أي شعب يخلق النفس أساطير، يخلق النفس أساطير وكذب وكذا، فهمت؟ مثلا نضرب لك مثال، يجي يقول لك مثلا الأمازيغي شيشانق، يخلق لك قصة، يجي يقول لك المصريين الفراعنة هجموا على ليبيا وهجموا على الجزائر وخرج لهم واحد أمازيغي اسمه شيشانق ورجعهم وحاربهم واحتل مصر 300 سنة. هذه كذبة، شيشانق هو مصري من المنطقة الغربية متاع النيل، وكانوا الفراعنة يجمعون من بين النوبة ومن بين الأمازيغ. هم الفراعنة في الحقيقة هي إمبراطورية، إمبراطورية متكونة من عدة شعوب، وكان عندهم حتى الجيش بتاعهم، عندهم الجيش النوبي والجيش الأمازيغي عنده الريشة، والجيش الفرعوني عنده صيفة، كل واحد عنده لباس. إذن شيشانق مصري، علاش تكذبوا؟ فهمت؟ أي حاجة نشوفها غير جيدة، بل يمكن نشوف حاجة في شعب آخر جيدة، نحاول باش ناخذها ونأقلمها على حسب الهوية بتاعي. كل واحد يحسن الهوية بتاعه، مش يخليها بأساطيرها بأكاذيبها بأشياء خايبة فيها. مثلا نضرب لك مثال، عندك عندنا احنا في شمال افريقيا العصبية اكثر من العصبية العربية، يعني الانسان وقت يطلع له الدم احنا عندنا نقوله يطلع الزبل للراس، ما عادش يفهم شيء. هذيك الطبيعة متاعهم، انا احارب هذه مثل الاشياء. يعني الانسان لازم يكون هادى، لازم يحاول يكون منطقي، يكون وسطي. التعصب والتهور امره ما كان نتيجة. اذا كل شيء أشوفه غير جيد طبعاً أحاربه مهما كان. طيب من نفسي أبدأ من نفسي طبعاً. طيب آخر سؤال ليك، وده بالنسبة لي حاجة غريبة شوية. يعني أنا شايف أنك أنت يعني معتنق المنهج الفردية في العقيدة أو في التعامل في الحياة، أن أنا إلهي هو أنا وده دماغي، ومش بحاول أقنع حد بحاجة، ومش المفروض أن أقنع حد بحاجة، ودي تجربة فردية تفرق من واحد للتاني، ومش طبيعي أن حد يبقى متطابق معايا في الفكر بالضبط فيما يخص الدين أو الإله أو منهجي في الحياة. ألا يتعارض هذا مع الفكر مش عارف أسميه قومي ولا إيه، أو ميولك الجماعية ناحية القومية أو ناحية التوجه الأمازيغي؟ يعني المفروض أنت بتنتهج الفردية في كل حاجة، ليه عايز تبقى فردي في توجهاتك الإلهية والدينية والعقدية وتبقى جماعي في توجهاتك الوطنية أو تبع القومية الأمازيغية؟ يعني ليه يعني ما تكونش عايش حتى القومية الأمازيغية؟ أنا عندي حركة اسمها حركة تغيير شمال أفريقيا. الحركة هذه البند الأول فيها الانتماء إلى حركة تغيير شمال إفريقيا هو أن تكون نفسك. فمش تعبير باسم الحركة، تعبر باسم نفسك. يعني الحركة الأمازيغية اللي أنا كونتها يسمى حركة تغيير شمال إفريقيا هي حركة فردية، ومن بعد البند الثاني يمكن أن تنتمي للحركة اليوم وتنسحب غدا وترجع بعد غدا وانت حر. يعني حرية مطلقة، ويمكن تخدم نهار ويمكن تخدم اثنين ويمكن ما تخدمش، ويمكن تنتمي ويمكن تكون ناشط. يعني ولا يحق للحركة أن تقول لك ما تفعل،
بل أنت تفعل ما تريد بكل حرية، والحركة تسمح لك المنبر للتعبير أو الأدوات لتحقيق ما تريد تحققه. هي عبارة على منبر حر، سواء للحديث أو للعمل أو للنشاط مهما كان، ليس هناك أي التزام، وليس هناك دفع أي مبلغ ولا أي مليم ولا أي شيء، كل واحد رب روحه. بغض النظر عن الفلوس والكلام ده، بس انت مجرد ان انت يبقى عندك حركة، فده معناها ان في يعني وثيقة مبادئ او حاجة زي كده لهذه الحركة. يعني فانا واحد من الناس بعتبر نفسي مسلم غير متمذهب، يعني انا ماليش اي مذهب، ولا سني ولا شيعي ولا معتزلي ولا قرآني ولا اي حاجة. ومش بس كده، ده انا كمان برفض المذاهب، برفض فكرة المذهب. لان ايه الفكرة؟ اما انا مقتنع، وكل الناس على فكرة حتى السنة والشيعة وغيرهم مقتنعين انك انت هتيجي يوم القيامة هتتحاسب وحدك، حاسب لوحدك يوم القيامة، وتخش الجنة والنار ونشوف الحساب شكله عامل ازاي يعني. فايه فكرة ان يكون الحساب يوم القيامة فردي، وان يكون فيه تطيف وتمذهب وتشيع في العقيده في الدنيا؟ ملهاش معنى الا لو انا هتحاسب تبع الطائفه، ان يجي ربنا يقول الطائفه الفلانيه هتخش الجنه وكل الطائفه الثانيه في النار، يبقى الحساب طائفي، ما يبقاش الحساب فردي. ففكره الطائفه في حد ذاتها، يعني انا بعمل طائفه ليه؟ انا بعمل حزب ليه؟ انا بعمل حزب علشان انا عندي غايه، عشان انا عايز اسوق هذا الحزب، علشان انا عايز اقول يا جماعه ان اتباع الحزب ده لازم يتسموا بواحد 2 3 4، بديهم هامش من الحريه، بس بيبقى في عندي برضو شويه حاجات تحت الخط الاحمر محدش بيقدر ان هو يعدل فيها، والا ما تبقى انت بره هذا الحزب، بره هذا الحزب، يعني مش موجود فيه. ايه فكره انه يبقى في حركه، او ان ابقى منتمي لحاجه معينه، اذا كنت انا في الحاجه الاعلى منها والاسمى منها، وهي الفكر العقدي او الديني او كده، انا متفرد؟ قلت لك انت ماكش فاهم الحركه. الحركه قائمه على نفس هذا الفكر، هي حركه، ليس حركه سياسيه، هي اسمها حركه سياسيه ثقافيه. يعني احنا دعم للافراد والجماعات اللي تنشط. أنا كحركة ما عندي حتى أهداف سياسية، أنا أتعامل مع كل الحركات اللي موجودة الثقافية والفكرية والسياسية، سواء كمجموعات هي تخدم بهذاك الأسلوب الجماعات، أما أنا ما نخدمش بهذاك الأسلوب الجماعات، أنا أتعامل مع الأفراد ومع المجموعات. يعني أنا لا أدعو معناتها لتكوين حزب، ولا عندي أعمال حزبية. أنا أكثر شيء أكره هو الأحزاب، وإنما عندي بالنسبة لي الحاجة المهمة إن عندي هوية التي تتمثل في العادات والتقاليد والأكل وأشياء اللي نشوف فيها قاعدة تندثر، أو كلمات مثلا، فما كلمات حتى في اللغة متاعنا تندثر، لغتنا، أمورنا، طبايعنا، كل شيء قاعدة تندثر. أنا أريد أن أحافظ أو على التراث، وأطور هذا التراث لكي يبقى ذخر وذخيرة وتنوع للبشرية فقط، هذا هو الهدف متاعي. يعني ما عنديش حتى فكر حزبي وشيء، أنا انفرادية مثلا لا نقاش فيها. أنا ممكن أضم صوت لصوتك يعني، ودي أعتقد حاجة ممكن نختم بيها، لأن أنا شايف أن كل الأعراق والأجناس اللي موجودة على سطح الكرة الأرضية كلها، كل عرق فيهم عنده ما يضيفه إلى البشرية. نعم. وبالتأكيد عنده حاجات تانية ربما تكون غير مرغوب فيها أي عرق في الدنيا، مهما بدأ أن هو سامي، عنده الجزء اللي يضيفه للبشرية، حتى الجزء اللي هو غير مرغوب فيه على الأقل هنتعلم منه، على الأقل هنتعلم أن هو مش كويس ما نعملوش، على الأقل هنستفيد منه بشكل مباشر أو غير مباشر. فأنا موافق معاك أن أنا ضد أن يبقى حد الأكراد أو الأمازيغ أو النوبة في مصر أو أي من هذه اللي تعتبر أقليات دلوقتي إلى حد ما تندثر، زي ما أنت قلت، حتى العرق اللي بيسموه العرق السامي اليهودي، أنا مش عايز أعرق زي كده تندثر، لأن عندها ما تثري به البشرية. ويؤسفني إن جنس كامل يمحى ليس من الأسباب يعني. ولا أكثر من ذلك، ضد اللي قاعد يوقع الآن في الأرض، الحيوانات التي تم إبادتها، الحيوان ما عادش موجود أصلا، آلاف الحيوانات تنقرض كل يوم، بل النبات قاعد ينقرض. يعني ليس غير الثقافة واللغات والإنسان، البشرية قاعدة تسير في اتجاه خاطئ، الحيوان ما عادش عنده حتى مكان لكي يعيش أو يوجد. يعني
يعني البشرية قاعدة تقوم بأعمال فظيعة بالنسبة لي. أنا متفق معك إن أخطر مخلوق في هذا الكون على هذه الأرض هو الإنسان. أنا عامل سلسلة مازلت ما كملتهاش، يعني كيف الإنسان يعني عبر التاريخ يعني من اللي كان مجرد كيف مثله مثل الأسد ومثله الذئب، الآن الذئب ولا ما عادش موجود والأسد مسكين محصور في قفص، فهمت؟ يعني مصيبة زرقاء. حتى ربما 400-500 ألف سنة فاتت الأرض كانت في منتهى السعادة حتى ظهر الإنسان. حتى ظهر الإنسان وقعت المصيبة. ما هو هو ما على حسب الدين قالوا له أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. شفت هم كانوا عارفين، هم كانوا عارفين اللي هيحصل. يعني كان سمعك ليه ما مخير ورتحنا. المهم مستشرفين المستقبل. المهم استاذ كريم، انا سعيد جدا وتشرفت بمعرفتك، انت انسان راقي ومحترم، ومهما اختلفنا في الراي دايما بقول ان الخلاف في الراي مش بس لا يفسد الود قضيه، ده الخلاف في الراي مطلوب، والا لو كلنا كنا شبه بعض محدش كان هيتعلم حاجه، محدش كان هيستفيد حاجه. فانا ما عنديش الاثنين رجلين رانا ما نمشيوش. بالظبط. انا سعيد جدا بوجودك، شرفت بمعرفتك، وكلمه ختاميه. كلمه ختاميه، نجم نقول كل واحد يتلهى بنفسه. المشكله نتاعنا احنا ان كل واحد يشوف كما يقول المثل، حتى مثل عندنا يقول لك الجمل ما يشوفش حدبده، الجمل ما يشوفش اللي ورا ظهره، يغير يعايب في الاخرين. صدقوني كان كل واحد يتلهى بنفسه نعيشه بخير. احنا المشكل اللي كل واحد لاهي بالاخرين الكل ويخبي على الاخرين الكل باش ما يتلهاوش بيه، هذه المصيبه نتاعنا. اذا كل واحد يتلهى بنفسه، صدقوني عنا افضل دول، اجمل دول، اجمل طبيعه. ما نقولش اللي احنا خير من الاخرين، وانما احنا ماناش اقل من الاخرين. أضم صوتي لصوتك، موافق على كل كلمة أنت قلتها في هذه الجملة الختامية. بشكرك وسعيد جدا بيك مرة تانية، ومتشكر لكل اللي تابع الحلقة. تحياتي لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكرا، مع السلامة.